وافقت وزارة العمل على تأسيس جمعية الطيران السعودية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الطيار فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز. وتعد جمعية الطيران السعودية أول جمعية مختصة بمجال الطيران في المملكة، وتعنى بتبني وتكريس المبادرات والأعمال والخطط والتقارير التي من شأنها التطوير والنهوض بمجال الطيران ومنتسبيه على مستوى المملكة. وستبدأ الجمعية أعمالها من مقرها بالرياض بعد الانتهاء من إجراءات التدشين.